كبيرة لكم مشاهدينا، بعرف في كتار عم بيتابعونا من الصبح وأنا أكيد أنكم عم تستمتعوا بفقرات ألايف. ولكل يلي انضموا إلنا هلأ، آي كويز مثل العادة بطلع عليكم بهالوقت كل ثلاثة وخميس، وأنا ناطرة اتصالاتكم على 0444444. أسئلة كتير ناطرتكم اليوم وطبعا جوائز. قبل ما نبلش أخذ اتصالاتكم وأسألكم أسئلة، بدي أخبركم خبرية شوي غريبة. كتار من الناس بيكتبوا بوصيتهم أنه بيحبوا ينثر رمادهم فوق مكان معين بيعنيلهم، ولهالسبب إحدى الشركات الأمريكية عم تعرض خدمة غير اعتيادية، يعني أكيد غير اعتيادية، وهي نثر الرماد من على ارتفاع 33 كيلومتر تقريباً بالهواء. الرماد بيتم رفعه بحاوية بقلب منطاد وإلى فتحة مع كاميرات بتمكن أفراد عائلة الراحل من أنه يتابعوا سير العملية، وأجهزة جي بي أس بتأمن متابعة خط سير المنطاد، يعني لوين رايح. والرماد بيتناثر بالهواء بالغلاف الجوي لبعض الوقت قبل ما يتساقط على الأرض مع التلج والمطر. تكلفة العملية 2800 دولار، لكن إذا أراد الزبون أو أقربائه نشر الرماد فوق مكان معين بتصير التكلفة 7500 دولار. يعني حبيت أتشارك معكم هالخبرية قبل ما نبلش. برجع بعيد 0444444 هو الرقم يلي فيكم تتصلوا عليه، وخلوني أخذ أول اتصال. ألو. ألو بونجور. بونجور ميرنا. ألو بونجور. بونجور عم تسمعيني؟ إيه نعم. أهلا وسهلا فيك ميرنا، معي ما هيك؟ إيه نعم. كيفك يا ميرنا؟ الحمد لله. من وين عم تحكيني؟ من عرمون. أهلا وسهلا فيك يا ميرنا، جاهزة نقي رقم وتختاري؟ يلا التابلو قدامك ميرنا، بدي منك تختاري رقم من الواحد للتسعة. الثمانية. رقم ثمانية، شو عنا ورا رقم ثمانية؟ سؤال رياضة. يلا يا ميرنا، جهزي معلوماتك وحضري حالك، وهيدا هو السؤال. مين هو يا ميرنا الملاكم، يعني يلي بيلعب بوكس، يلي رفض انه النجمة الخاصة فيه على ممشى المشاهير بهوليوود تكون موجودة على الأرض؟ بلش وقتك يا ميرنا. هو ملاكم شهير. نعم. ما في احتمالات؟ لا، ملاكم شهير جدا عنده نجمة على ممشى المشاهير لكن انرفض تنوضع على الأرض لسبب ديني. خلص وقتك، بدي جواب. صراحة ما عندي. ما عندك جواب، بعتذر منك. هو محمد علي كلاي، ومحمد علي كلاي بوقتها اعتبر انه اسمه بيحمل معنى ديني، ومن غير اللائق يكون موجود على الارض والنجمه تكون موجوده على الارض، مشان هيك انوضعت النجمه استثنائيا على حائط. اتصال جديد. هاي ماري. الو بونجور. كيفك يا ماري؟ الحمد لله هلا صرت منيحة، وبدي اقول لك باركي كثير على هالمعلومة العفوية بالأول. أهلا وسهلا فيك يا ماري. الله يطول عمرك. خبريني يا ماري، بشو معلوماتك قوية؟ شو بتحبي تقري؟ بتحبي تسمعي؟ شو بتحبي تحضري برامج؟ أنا بحب برامج الـ MTV. خي هاي خبرية حلوة. الله يطول بأمركم والله يخلي هالمؤسسة. ميرسي يا ماري. يلا يا ماري، جاهزة تختاري رقم؟ أوكي حبيبي يلا. يلا رقم ماري. سبعة من المعروف. رقم سبعة. نعم. سؤال اكتواليتي، يعني اخبار صارت هلا مش من زمان. نعم. يلا ماري انا اكيد رح تعرفيه. يلا اوكي حبيبي. يلا. مين هي المغنية المصرية يلي نعم. حكم عليها مؤخرا بالسجن 6 شهور؟ شيرين عبد الوهاب. مزبوط، عين عليك يا ماري، برافو. تربحي معنا يا ماري من خلينا نشوف جايزتك سوا رويال سبا. أنا أكيد رح تنبسطي بالجايزة. شيرين عملت ضجة كتير قصتها مؤخراً، وحكم عليها بالسجن 6 شهور. لأنه ليش؟ لأنه الحمام تبعها ببنايتها عم بنش على جارة اللي تحتها، وهالأمر كتير عمل لها مشاكل معه. وجارة بس تخبركم من هو زميل الفنان شريف منير، وصار النش يوقع أغراض على بيته، وعملت قصة كبيرة ونحكم بالسجن. هلأ شيرين مستأنفة يعني. خلينا ناخد اتصال. بس خلوني أذكر أنه 0444444 أنا ناطرتكم، جوائز ناطرتكم، وما معنا وقت كتير، بتمنى اتصالاتكم تكون كتيرة. ألو. ألو بونجور. سميرة بونجور. كيفي؟ كيفك انت يا سميرة؟ الحمد لله. من وين عم تحكيني؟ من سن الفيل. اهلا وسهلا فيك يا سميرة. ميرسي. عم تحضرينا من الصبح ولا هلا؟ من الصبح. خي ما بشيل المحطة ولا لحظة. ميرسي يا سميرة. يلا بدي منك تختاري رقم، بعد عنا كثير ارقام. خمسة. رقم خمسة، شو في ورا رقم خمسة؟ سؤال سينما. نعم. يلا
شو كان الاسم الحقيقي؟ رح أعطيك احتمالات. نعم. شو كان الاسم الحقيقي لأسطورة السينما الأمريكية ميرلين مونرو؟ نورما جين أم ميرلين جين أم جين مونرو؟ بلش وقتك. شو هي؟ الاسم الحقيقي لميرلين مونرو. رح أحذف لك احتمال، أعطيك احتمالين. نورما جين أم ميرلين جين؟ خلص. نورما مزبوط، جوابك صح. خلينا نشوف جائزتك. قسم الشرائية من محلات إلياس. نورما جين كان اسمها الحقيقي لميرلين مونرو يلي وفاتها عمل ضجة كبيرة طبعا. البعض قال انها ماتت انتحار، والبعض التاني اتهم المخابرات لحتى ما تكشف معلومات عن آل كينيدي بوقتها يلي كانت تربطها فيهم علاقة وثيقة جدا ميرلين مونرو. اتصال جديد. الو، اعتدال. بونجور، اهلا وسهلا. عم تسمعيني مزبوط؟ ايه. من وين عم تحكيني اعتدال؟ من بيسور. اهلا وسهلا فيك. اهلا. عن شو بتحبي اكثر شيء تقري يا اعتدال؟ بشو معلوماتك قوية؟ معلوماتي قوية بالسينما، بالموسيقى، تاريخ، جغرافيا؟ اكيد مش تاريخ وجغرافيا. لا، سينما. يلا يا اعتدال، بدنا ننقي رقم 1 2 3 4 6 و9. شو الرقم اللي بتختاري؟ 3. رقم 3. شو في ورا رقم 3؟ سؤال تاريخ. يلا رح اعطيكي احتمالات وسؤال منه صعب. مين هي الملكة العربية يلي توفيت بالأسر؟ أسروها وماتت بالأسر. كليوباترا، بلقيس أم زنوبيا؟ بلش الوقت. مين هي الملكة العربية يلي توفيت بالأسر؟ كليوباترا، بلقيس أم زنوبيا؟ بلقيس. لا، جوابك غلط، هي زنوبيا. اعتذر منك. زنوبيا هي ملكة تدمر يلي قادت مدينتها بعصيان على الامبراطورية الرومانية. بذكركم مشاهدينا 04444444، هذا هو الرقم يلي بتقدروا تتصلوا عليه لحتى تتواصلوا معي وتشتركوا معي بآي كويز. جوائز كتير ناطرتكم مثل ما عم بتلاحظوا، والأسئلة يعني عم بجرب قد ما في الأسئلة تكون شاملة مختلف المجالات، ورح أوعدكم أنه كل ما أعطيكم جواب مثل ما بلشت أعمل اليوم رح أعطيكم شوي أكتر معلومات عن الموضوع يلي رح كون عم بسألكم عنه. وقتنا منه كتير طويل، بتمنى اتصالاتكم تكون كتيرة على 04444444. ستيفاني معي على الخط. الو ستيفاني. بونجور. بونجور ستيفاني، كيفك ارسلا؟ انا منيحه وانت؟ منيحه. من وين عم تحكيني؟ من الاشرفيه. اهلا وسهلا فيك ستيفاني. يلا يا ستيفاني، جاهزه تختاري رقم؟ اوكي. في شي سؤال قبل وقبل؟ خلينا نشوف. في شي سؤال على بالك انه اسالك اياه؟ معلوماتك قويه بشي معين؟ لا. يلا رقم 9. شوفي ورا رقم 9 سؤال موضه. اوكي. كيفك مع الموضه؟ طبعا. يلا، مين هي مصممة الأزياء الوحيدة يلي دخل اسمها قائمة مجلة تايم للمئة شخصية الأكثر تأثيراً بالقرن العشرين؟ رح أعطيك احتمالين، ستيلا ماكارتني أم كوكو شانيل؟ شانيل. بلش الوقت، ما احتجتي للوقت. مزبوط، كوكو شانيل هو الاسم. خلينا نشوف جايزتك على ستيب باي ستيب. اوكي، ستيب باي ستيب. اشترك لمدة شهر وان شاء الله تكوني بتحب الرقص. بس خليني اذكركم انه كوكو شانيل هي يلي نقلت الموضة إلى مفهوم تاني، وخصوصا من بعد الحرب العالمية خلت الامرأة تشلح الكورسيه يلي كانت ضل مربطة فيه، ونقلتها إلى الإطلالات اللايقة لكن بنفس الوقت مريحة، وطبعا موضة رائعة كانت جدا. اتصال. الو. هاي اديب. هاي، كيفك يا اديب؟ سافا. من عم تحكيني؟ عم بحكيك من تحويطه بفرن الشباك. اهلا وسهلا فيك. هلا ما تقلي كل الشباب بسبار، اكيد عم تتمنى يطلع لك سؤال رياضه. لا، لانه طلع لي كرش ما فيه. لا يعني هلا لازم نربحك اشتراك من عند امين لحتى ترجع تروح تعمل سبار. ايه اكيد. يلا خلينا انا وياك نطلع نشوف تابلو سوا وبنختار رقم 1 2 4 و6. واحد. رقم 1 سؤال موسيقى. شو؟
يلا لنشوف. يلا. كيف توفيت أديب النجمة أسمهان؟ انتحار بالأقراص المنومة أم حادث سيارة؟ حادث سيارة. وبقولوا إنه أم كلثوم دهورتها. مزبوط. لا معلوماتك كتير قوية. خلينا نشوف شو ربحت معنا. عزيمة لا شخصين عند 88 كافيه بأنطلياس. مزبوط. وبحادث سير وبوقتها سائق ما أصيب وهرب، ومن وقتها وجهت أصابع الاتهام لا معلوماتك لا أم كلثوم وكمان للمخابرات البريطانية يلي كانت أسمهان على علاقة قوية جدا فيهم، وقالوا أنه معقول كتير المخابرات تكون قتلتها. ما تنسوا 04-444-444. ما بقى عندي كتير أرقم 2-4-6 ومعي اتصال من جيهان. ألو جيهان. ألو. هاي جيهان. هاي. كيفك؟ الحمد لله. مش الحال؟ مش الحال. من وين عم تحكيني؟ من طرابلس. أهلا وسهلا فيك. كيف الوضع بطرابلس؟ تمام رواق. مش الحال. خي الحمد لله. يلا يا جيهان بدي منك تختاري رقم 2-4-6. رقم 2. رقم 2. رقم 2. سؤال جغرافيا. جهزي لي معلوماتك، حضري لحالك. يلا. شو هي أكبر مدينة بقارة أفريقيا؟ القاهرة، الخرطوم، أم الدار البيضاء؟ هينة. أكبر مدينة بقارة أفريقيا، القاهرة أم الخرطوم؟ الخرطوم. لا القاهرة. بعتذر منك، عم تستعجلوا ولازم تاخذوا كل وقتكم قبل ما تعطون الجواب. بعتذر منك، هي القاهرة أكبر مدينة بقارة أفريقيا، وطبعا مش بس بالمساحة كمان في عدد سكان كبير جدا. اتصال ابتسام. هلا صباح الخير. أهلا وسهلا فيك ابتسام. أهلا فيك. كيف فيك اليوم؟ الحمد لله. من وين عم تحكيني؟ من لوزاعي. اهلا وسهلا فيك. يلا ابتسام ما بقى عندي كتير ارقم، عندي رقمين 4 و6، اي رقم بتختاري؟ 6. رقم 6. شو في ورا رقم 6؟ سؤال تكنولوجيا. يلا رح اعطيكي احتمالات يا ابتسام. اوكي. باي سنه انطلق موقع تويتر؟ 2006 ام 2009؟ بلش الوقت، فكري منيح، خدي وقتك كله. 2006. مزبوط يا ابتسام 2006. معلوماتك جيدة جدا. خلينا نشوف شو جايزتك. هيت فتنس لاشتراك بهيت فتنس لمدة شهر. أنا بتمنى تكوني تحبي الرياضة لحتى تستمتعي بجايزتك. بعد عندي رقم واحد، يعني بعد فيه أخذ اتصال واحد على 0444-444. خليني نشوف مين معي على الخط. بونجور. معك شربل. اهلا وسهلا فيك يا شربل، من وين عم تحكيني؟ بكفايا. اهلا وسهلا فيك. شو يا شربل، بشو معلوماتك قوية؟ بكل شيء. بتقرا، بتتابع، بتحضر برامج معينة؟ يعني تقريبا. يلا يا شربل رقم 4، شو في ورا رقم 4؟ سؤال معلومات عامة. جاهز؟ أنا أكيد رح تعرفه. أوكي. مين هو القائد العسكري الملقب بثعلب الصحراء؟ رامل، مونتغامري، أم ويلينغتون؟ وبلش الوقت. الثاني، احتمال الثاني. مين، رح أرجع عدلك السؤال، مين كان ملقب بثعلب الصحراء؟ رامل، مونتغامري، أم ويلينغتون؟ خلص الوقت، بدي جواب. رامل. رامل مزبوط. يعني ساعدتك شوي بس لأنه بديك تربح. خلينا نشوف شو جايزتك من ديوان شهريار رويال أوتيل. خلينا بس بدي أخبركم أنه رومل كان واحد من أمهر القادة بحرب الصحراء، ألقي القبض عليه بتهمة التآمر على هتلر، وبوقتها هتلر خيره يا بيحاكمه يا بياخد سم ويبين وفاته على كأنه انتحار، وبوقتها رومل قرر أنه ياخد السم وينتحر. مشاهدينا أنا خلص وقتي معكم اليوم، برجع بلاقيكم الثلاثة إذا الله راد على 12:30. كفوا معنا بعد ما خلصوا فقراتنا.